أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، نرحب معا اليوم بضيفنا الأستاذ إسحاق من بروتين هاوس. يا مرحبا. بداية شكرا لحضورك معنا أستاذ إسحاق، ونتمنى نعرف المزيد عنك وعن بداياتك مع بروتين هاوس. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، شكرا لكم وكم استضفتوني في هذا البرنامج. أنا اسمي إسحاق أهري، إماراتي. بديت مشروع بروتين هاوس 2016. المشروع هذا فرانشايز من أمريكا، فبديت حلقة التواصل مع الجماعة اللي في USA لاس فيغاس من 2016، والحمد لله نجحنا نجيب البراند دبي في 2019، وكان أول فرع لنا في الورقة 4 في دبي. ومن هذاك المكان انطلقنا الحمد لله، صارنا 5 سنين عندنا 7 فروع في 2023. ما شاء الله. استاذ إسحاق، ممكن تخبرنا المزيد عن انواع المشروبات والوجبات اللي بتقدموها ببروتين هاوس؟ والله منيو بروتين هاوس ما يختلف عن المطاعم العاديه، بس الانجريدينتس ان ايتش ميل اتس هيلثي انجريدينتس. يعني بعطيك مثال، إذا المطاعم تستخدم سكر، نحن نستخدم عسل أو تمر. فالمنيو كامل، منيو أمريكي، تحصل فيه برجرز، باولز، أساي، رابس، سالادز، ما يختلف عن أي مطعم عادي، بس الانجريدينتس والأشياء اللي نستخدمها it's 100% healthy. and in protein house نحن وايد ندقق على أنواع الصوصات، اذا نقدر نسويها في المطعم نسويها عشان نعطي الارقام الصحيحه للكاستمرز، اللي هي ارقام السعرات الحراريه. ما شاء الله. استاذ إسحاق، لو حبينا نحكي عن المستقبل، شو هي الخطط المستقبليه؟ نحن عندنا one vision. We are one team from Dubai in USA. Our vision and strategy to open 5000 branch around the world, and we want to compete with the biggest brands in the world. نتمنى لك الأفضل إن شاء الله يا رب. شكرا لكم. أستاذ إسحاق، من خبرتك الطويلة في مجال البزنس، شو نصيحتك لأي شاب عنده اهتمام أنه يفتح بزنس أو يستثمر في الإمارات؟ والله نصيحتي لكل شاب يفتح بزنس ويخلي لينك مع البزنس هذا بالشيء اللي هو يحبه. يعني I advise you guys to not copy the others, do something you love. إذا تسوي شيء أنت تحبه وشيء أنت متمرس فيه، بتوصل لمراحل أنت أصلاً ما بتتخيلها. فأنصح كل شاب وشابة يفتحون بزنس على الشغف اللي عندهم. نهاية أستاذ إسحاق، بدنا نخبر المشاهدين كيف ساهمت دولة الإمارات أن تساعد الشاب إسحاق ليبدأ البزنس في دبي. الحمد لله في دبي عندنا مؤسسة الشيخ محمد راشد تنمية مشاريع الشباب. طبعا اول ما فتحت البزنس اتجهت لهم وساعدوني في انشاء رخصة الشركة والامور اللي تاخذ وقت لبناء شركة. فمؤسسة محمد راشد اعطوني دعم غير محدود، سواء كان في ستارت اب ذا كومباني، سواء كان في getting me in contact with the others. يعني انصح كل شاب وشابة اذا بيبدون their business يتجهون الى مؤسسة محمد راشد للشباب، وان شاء الله ما بيقصرون وبيفتحوا لكم 1000 باب. شكرا جزيلا استاذ إسحاق. بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع بروتين هاوس. نحن عندنا طرق تواصل كثيره، اللي هي انستغرام بروتين هاوس اندرسكور يو اي، عندنا الموقع الالكتروني، عندنا الواتساب، فون كول. واللوكيشنات؟ عندنا لوكيشن الورقة، وعندنا لوكيشن الوصل، وعندنا في الجوز، وعندنا طال عمرك 3 جيمز، ladies gyms. It's one of the best ladies gyms in the world. It's called Fitting Glam. وعندنا food truck. الفود تراك هو الوحيد من نوعه في الإمارات. هذا مشروع كنا دارسينه من 2018. سيارة باص جبتها من أمريكا حولتها مطعم. ما شاء الله.
نهاية شكرا جزيلا لحضورك معنا واتمنى لك الأفضل. شكرا شكرا لكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.